الكلمة الآن للأستاذ محمد سعيد بن ناني المدير العام السابق للمعهد العالي للقضاء بالمغرب. شكرا سيدة الرئيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت هيئت موضوعا عندما كنت في مدينتي يدخل في إطاري أو في سياق هذا المحور، لكنني غيرت الرأي بعد زوالي أمس لأمرين اثنين. الأول أنه بعد استماعي إلى الرسالة الملكية التي توليت علينا أمس من قبل مستشرف صاحب الجلالة، وجدت أن الأمر يتعلق بنقط دقيقة جدا تعكس أولا بأننا انتهينا مرحلة وأننا سندخل إلى مرحلة أخرى. انتهينا من مرحلة وضع النصوص القانونية على صعيد الدستور وعلى صعيد القانون التنظيمي والقوانين الأخرى، وسندخل مرحلة أخرى. والسبب الثاني عندما استمعت إلى مداخلة كل من السيد وزير العدل والسيد رئيس محكمة النقد، الرئيس المنتدب لمجلس أعلى السلطة القضائية، والسيد الوكيل العام لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة، وأمتعنا هذا الصباح الأستاذ بن عبد الله بموضوع قيم أحاط بكل ما يتعلق بهذا الموضوع تاريخيا وحاليا. أعتقد بأنه كل كلمة سأقولها في هذا الصدد ستكون من باب التكرار الممل، ولا سيما بعد الطعام الدسم الذي أخذناه فقط منذ حوالي 20 دقيقة. ولهذا حاولت أن أركز على خطاب جلالة الملك، وحاولت قدر المستطاع أمس بعد الزوال أن أستخرج بعض النقاط ربما قد تساعدنا فيما يتعلق بالتحليل. أنطلق أساسا من كلمة صاحب الجلالة التي يقول فيها بالحرف: حرص على التنصيص صراحة في الدستور على استقلال السلطة القضائية، وأبرز بأن الدستور يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء. واحد، اثنان. ثم من خلال هذه الفقرة لن أتطرق بتاتا إلى الموضوع المتعلق الوارد في الدستور من حيث استقلال القضاء والمجلس على السلطة القضائية وحقوق المتقاضين وقواعد العدالة أو قواعد سير العدالة، ولكن هذه الفقرة الأخيرة نص فيها كذلك جلالة الملك بالقول: بصفته الضامن لاستقلال السلطة القضائية فإنه يأتي في مقدمة التحديات النظرة المستقبلية ضمان تفعيل السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، باعتبار أن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضين، وإنه إذ يترتب حق للمتقاضين فإن ذلك يقتضي واجبا عليه. إذن سأنطلق إلى محور المتعلق بالعالم المتغير في العدالة. هنا سأحاول أن أتطرق إلى العدالة في موضوعها الشامل الذي لن يقتصر على السلطة القضائية، لأن ذلك سيقودني إلى الحديث عن العالم المتغير بعد إدخال الدستور 2011 لاختصاص جديد بالنسبة للمحكمة الدستورية من منطلق الفصل 133، وذلك فيما يتعلق بالنظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون يتعلق بالحريات والحقوق. ثم الفقرة الأخيرة من 134 بأن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية ملزم لجميع الجهات بما فيها الجهة القضائية. أعتقد بأننا أصبحنا الآن لم نعد نتحدث فقط عن السلطة القضائية، ولكن انتقلنا إلى قضاء آخر في قوة وحجم آخر. ثم عندما نستحضر بأن المجلس على الحسابات هو محكمة مالية، الفصل الثاني ينص على أن الذين يقومون بالعمل داخل هذه المؤسسة هم قضاة، علما بأننا في المحكمة الدستورية أشار بأن الأمر يتعلق بأعضاء ولكن هم قضاة. فعندما نتحدث عن السلطة القضائية وعن المحكمة الدستورية وعن المحاكم المالية ثم ننتقل إلى القضاء التعاقدي المتجسد أساسا في التحكيم وفي الوساطة الاتفاقية،
فإننا في المغرب انتقلنا من القضاء كما هو شأن فرنسا أوتوريتي جوديسيير إلى استقلال السلطة القضائية لو بوفوار جوديسيير، وأصبحنا الآن فيما يسمى بالسلطة القضائياتية أي لو بوفوار جوريديكسيونيل، أننا أمام خمسة أنواع من العدالة. لماذا أشرت إلى هذه النقطة بالذات؟ لأنه لا ينبغي أن ننسى بأن الفصل 117 من الدستور لأول مرة يشير إلى الأمن القضائي وهو مبدأ مقدس، وهنا أخشى أن يكون عبء هذا الفصل قائما بالنسبة للسلطة القضائية فقط. ولهذا الأمر سيجرني إلى القول بأنه في هذه الحالة بأن المتغير في الحياة الدستورية المغربية أننا أصبحنا أمام عدالة بلغة الجمع، إلى حد أنه يمكن أن نتساءل عن أي عدالة نتحدث. عندما نتحدث عن العدالة من منطلق المبدأ وننتقل إلى المفهوم، الإنسان هو الذي خلق اللغة، والإنسان يدخل في جدل مع اللغة، بل في حرب شرسة مع اللغة، وفي النهاية في غالب الأحوال أن اللغة هي التي تنتصر عليه. ولهذا عندما نتحدث عن العدالات ينبغي ألا نبقى وقفا على العدالة في مجال السلطة القضائية. هنا أنتقل إلى الفقرة الثانية التي تحدث عنها صاحب الجلالة أمس، مبدأ استقلال القضاء لم يشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضين. وهنا ينبغي أن نقول بأنه ينبغي الانتقال من السلطة القضائية أو من استقلال السلطة القضائية إلى استقلال القاضي، ثم في المرحلة الأخرى أو في المرحلة الموازية أنه ينبغي فيما يتعلق بإصلاح هذه العدالة أن نقحم المواطن في هذا الإصلاح، لأنه يتضح بأننا نتحدث من الناحية القانونية ونتحدث من الناحية المؤسساتية، ولكننا في غالب الأحيان ننسى الطرف الذي توجه إليه العدالة أو الطرف الذي يطالب بالعدالة. إذن فيما يتعلق باستقلال القاضي، طبعا في الدستور واضح أنه ليس هناك إلا ضميره في إطار الحياد والتجرد والنزهة إلى آخره. وفي هذا السياق لابد أن نقول بأن التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين التخصصي أمر لازم للقاضي منذ التحاقه بالمعهد إلى أن يأخذ تقاعده في نهاية المطاف. وطبعا في هذه الحالة نقول أو نريد أن نركز بأن التخليق هو أساس التكوين، لأننا سأشير فيما بعد إلا فيما يتعلق بما يسمى بأزمة الثقة. عندما أقول في النقطة الثانية إقحام المواطن في إصلاح العدالة، لأنه كل متقاضي يعتبر مواطنا، وليس بالضرورة أن يكون كل مواطن قاضيا، ونحن نرى بأن المواطن شريك أساسي في إصلاح العدالة، وبالتالي ينبغي تأطيره من قبل الأحزاب السياسية، النقابات، المجتمع المدني وكل المؤسسات التي لها علاقة. وفي هذه الحالة ينبغي أن ندعم إصلاح العدالة من خلال هؤلاء ببعث الثقة في المواطن، لأننا انتقلنا الآن من الجانب القانوني الدستوري إلى جانب آخر فيما يتعلق بما قال صاحب الجلالة فيما يتعلق بالترسيخ المستقبلي. وهنا ينبغي أن نعلم بأن القانون ليس في متناول كل الجميع، ولهذا الهيئات التي ستكون مختصة بالنظر في هذه القضية فإننا نستعمل دائما بأن الأمر يتعلق بخطاب من مطلع إلى غير مطلع، بمعنى أنه أنا قاضي مطلع، المحامي مطلع، الأستاذ الجامعي مطلع، ولكن المواطن العادي ليس بالشخص المطلع، وطبعا سيدخل في متاهات قانونية فلا بد من تأطيره. هنا كنقول بأنه إن أمن، لأنه عندما نبعد أزمة الثقة أكثر ما يمكن نقول بأن أمن كل مجتمع يكمن في شقه الأكبر في ثقة الشعب في العدالة. قرأت منذ 20 سنة في مجلة لوفيغارو ماجازين، ووجدت بأن في فرنسا 80%
من المواطنين الفرنسيين لا يثقون في العدالة ويقول بأن النظام السياسي هو الذي يتحكم في العدالة. يعني حقيقة أصبت بنوع من الارتباك عندما سمعت بهذا الأمر. أكيد بأن الأمر تغير الآن، أنا أتيت فقط بمثال، أما نحن لا نتوفر مع الأسف على إحصائيات في هذا السبب. هذا السبب الآن هو الذي جعلني أقول هل أزمة العدالة تكمن في أزمة الثقة، وبالتالي هل ينبغي أن تتدخل السلطة السياسية حتى تساهم كذلك في إبعاد هذه الأزمة؟ هنا يطرح السؤال فيما يتعلق بالأزمة العدالة، هل هي أزمة ثقة أم لا؟ عندما يصرخ الناس بعدم استقلال القضاء فالنتيجة الطبيعية لذلك أنه ليست هناك عدالة، في لا سيما في عالم متغير على الصعيد القانوني وعلى صعيد الرأي العام، وهذا ما يقتضي إدارة الأزمات باستمرار. فأخطر الأزمات هي التي لا يمكن توقعها، أخطر الأزمات هي التي لا يمكن توقعها. وبالتالي أعتبر بأن هذا المؤتمر الأول هو بادرة طيبة جدا لمحاولة استيعاب الأزمات ومحاولة التقليل منها في كل مرة أو في كل دورة، لأننا نعتبر بأن موضوع العدالة لا نهاية له. وبالتالي عندنا العنصر الجوهري في أزمة، عندما نتحدث عن أي أزمة، العنصر الجوهري في الأزمة وهي كونها مؤقتة. إذا أصبحت الأزمة متجذرة فلا بد من دخول الإرادة السياسية لإصلاح الأمر، وطبعا هنا الإرادة السياسية كانت على أعلى مستوى. خطاب 9 مارس 2011 الذي أدى إلى صدور الدستور كان واضحا، لأنه جلالة الملك تدخل بإرادة سامية فيما يتعلق بإصلاح مجال استقلال السلطة القضائية. ثم بعد أقل من سنة عين لجنة أو أعضاء الهيئة العليا للحوار في 2012، بمعنى أنه في الحالتين معا أصبحنا من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية أمام دعم قوي من أجل استقلال القضاء. وهنا أنتهي بكلمة جلالة الملك كما ابتدأت، حيث يقول بأن الغاية المثلى من التكريس الدستوري، أي أننا انتهينا من مرحلة، وأن التكريس الحالي للدستور ينبني لاستقلال القضاء هو جعله في خدمة المواطن، في خدمة التنمية، في خدمة دولة القانون. وهنا لا بد من استحضار الفصل الأول من الدستور الذي يقول بفصل السلطات ولكن في ذات الوقت بتوازنها وتعاونها. أعتقد بأن الكل مطالب بأن يتعاون من خلال هذا الفصل الأول في إيجاد أرضية فيما يتعلق باستقلال السلطة. ونحن كذلك حتى بالنسبة للقضاء هناك ماشي موضوعه باش نتحدث عليه الآن، ولكن هناك مجالات لكي يساعد القضاء بحرمته واستقلاليته في بناء بقية السلطتين. شكرا. شكرا الأستاذ بناني على عرضه القيم والمركز، واللي أعطانا إضافة جديدة